لأن الشيخ في مسألة المتن ما يميز الكتاب، أستطيع القول بأن في عصرنا وما قبل ذلك من خلال الاطلاع على كتب الحديث من يعتبر برهان الحق هو تمرين عملي لمن أراد أن ينتقد المتون على أصول ليس فيها اتباع للهوى ولا عصبية، وإنما على أسس متينة قام بتلخيصها واتزن عليها حفظه الله تعالى في كتابه، وجعل ضوابط لرد المتن، منها مخالفة الكتاب العزيز ومخالفة السنة المتواترة ومخالفة العقل السليم. من أهم ما سلط عليه الضوء في كتابه موافقة تلك الروايات، متون تلك الروايات، لأكاذيب اليهود وعقائدهم. وهنا نعى على بعض المحدثين حينما يروون بعض الروايات التي هي من دسائس اليهود ويأخذون بها، بينما جاء حفظه الله تعالى وأسس هذه القاعدة، فكل من سار في ركب الصناعة الحديثية وأراد أن يتمرن عليها، لأن هناك أمثلة كثيرة جدا وروايات كثيرة جدا ناقش متونها حفظه الله تعالى. ركاكة ألفاظ الرواية والأخطاء الإعرابية كقصة عبد الله بن رواحة وزوجه، ونقدها نقدا واضحا. وكذلك من ضمن ما ترد به المتون اختلاف الألفاظ، وفصل في ذلك حديث الجارية: من ربك أو أتشهدين أن لا إله إلا الله، وانتهى في بحثه إلى رد لفظ أين الله، على أن لا يمكن ذلك أن يكون منه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقول أحد تلك الألفاظ، ووافق في ذلك وبسط الأدلة فيه. آخر وأختم بذلك، من مميزات كتاب برهان الحق في مناقشاته الحديثية من خلال الاستقراء والتتبع، نستطيع القول بأن سماحته يمكن أن يستخلص الباحث أو القارئ رسائل مفردة لبعض المباحث الحديثية، فهو ناقش روايات الرؤية في أكثر من 200 صفحة، ونقد روايات الواردة في خلق القرآن في قرابة 20 صفحة، ونقد رواية أين الله وعقد لها مبحثاً في الجزء الخامس في قرابة 20 صفحة، إلى غيرها من المناقشات والتعليقات الحديثية التي تقترب إلى 500 صفحة، يعني أحد مجلدات الموسوعة، مناقشات مطولة في المباحث الحديثية. هذه هي أهم ملامح ما قام به حفظه الله تعالى من مناقشات حديثية في كتابه برهان الحق.